منخفض جوي قادم إلى المملكة والتفاصيل بالمختصر. بداية وبمشيئة الله، متوقع مع ليل يوم الثلاثاء أنه تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويبدأ تأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. الدرجة الثانية هي الدرجة الاعتيادية، يعني المنخفض إن شاء الله ما رح يكون كتير قوي، ولكن رح تبدأ الدرجات الحرارة بالانخفاض ويكون في أمطار مع ساعات الليل من يوم الثلاثاء على مناطق من شمال ووسط المملكة وحتى بعض المناطق الجنوبية. ولكن البداية الفعلية رح تكون مع ساعات الفجر من يوم الأربعاء، ورح تنتظم الأمطار بشكل أكبر على معظم المناطق إن شاء الله، ورح تستمر حتى مع ساعات النهار من يوم الأربعاء. مع ساعات الليل ومنتصف الليل من يوم الأربعاء بتبدأ هاي الفرص بالتراجع تدريجيا لحتى تستقر الأجواء مع صباح يوم الخميس إن شاء الله. بعض التنبيهات فيما يخص هاي الحالة الجوية: بداية متوقع أنه يتشكل الضباب مع ساعات الفجر من يوم الخميس على بعض المرتفعات، وأيضا متوقع أنه يكون في رياح نشطة ممكن توصل سرعتها لـ60 كيلومتر في الساعة، وهذا الإشي بيؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية تحديدا في المناطق الصحراوية. نتمنى السلامة للجميع. إذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا اياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.